يا مسجون، عندك زيارة الساعة 10، يلا استحمى علشان تستقبل ضيفك. ولما عرف مين اللي جايله نط من على السرير وقام خد دش في السريع واستنى اللحظة اللي هيلاقي حد يسأل عليه فيها. صحيح الصحاب مش بالعدد، ولما الكل يتخلى عنك وتلاقي صاحبك هو جيشك الوحيد ليك حق تفرح. مراته طلبت منه الانفصال والكل اتخلى عنه، بس يا خسار رحيله كان مأساوي ومحدش عارف غير بعد 3 أيام كاملين لما الريحة طلعت. أسرار زيارة الزعيم عادل إمام للفنان حاتم ذو الفقار في السجن، مش هتصدقوا اللي أحكيه. يا ترى إيه كواليس الزيارة دي؟ وتفتكروا الزعيم خد مين معاه وهو رايح؟ إيه اللي عملوه في المساجين؟ إيه رد فعل عادل إمام لما عرف إنه عمل قلق بالزيارة دي؟ يلا بينا نعرف الكواليس كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. وقف السجن كله على رجل واحد، ما هو مش شوية برد ونجوميته تحكم. قفلوا على المساجين ومنعوهم إنهم يخرجوا من الأوض بتاعت، وخدوا تعليمات ما يعملوش هيصة ولا دوشة. الزعيم عادل إمام طول عمره صاحب ولا يمكن يتخلى عن أي حد في أزمة بيمر بيها، وخيره على الصغير والكبير. لما اتحكم على الفنان حاتم ذو الفقار بالحبس سنة كاملة، راح يطيب بخاطر وقال له كلمتين يدوله ثقة في نفسه ويصبره على اللي هو فيه، بس في نفس الوقت عمل تصرف محدش يتوقعه. حاتم اتحبس سنة علشان الممنوعات، وفي الوقت ده الكل اتخلى عنه وحتى مراته طلبت منه الانفصال، وده خلى حالته النفسية صعبة قوي. لما الزعيم عادل إمام عرف اتضايق جدا وقال ازاي ده يحصل وانا معرفش. واول ما النهار طلع كلم المأمور انه هيجي يزور صاحبه حاتم ذو الفقار، وطبعا المأمور رحب بيه جدا. وفي اليوم ده دخل امين الشرطة على حاتم ذو الفقار وصحاه من محلها نومة وقال له قوم ظبط نفسك علشان الزعيم عادل إمام جاي يزورك النهاردة، هيكون هنا الساعة 10 او 5 دقايق بالظبط، فيا دوب تقوم تستحمى وتستقبله. اول ما سمع الكلام ده نط من على السرير فرحان ان الزعيم بذات نفسه جاي يزوره، اخيرا في حد سال عليه. فعلا وصل الزعيم ومعاه اخوه المنتج عصام امام والصحفي شريف فرافيرو واللي كان صاحبهم في الوقت ده. خدوا عادل امام بالحضن وقعد معاه في اوضه المأمور وقال له شد حيلك، انا عارف انك راجل، القضيه شكلها خدت راي عام، بس اللي مكتوب عليك هتشوفه ولازم ترضى بيه، يا اما تروح في سكه ثانيه، انا مش عايزك تروح فيها كاخ، انا بحبك وشايف فيك حاجة كويسة. فضلوا قاعدين يحكوا مع بعض من الساعة 11 إلى ربع لحد الساعة 1:15، وطول الوقت الزعيم بيحاول يطيب بخاطره ويقول له كلام يهون عليه الفترة الصعبة اللي بيمر فيها. وفجأة وهم قاعدين بيتكلموا دخل عليهم أمين الشرطة وقال له يا أستاذ حاتم العيال خلاص هتدق في العنبر، دول الثلاث ساعات اللي بيطلعوا فيها يفكوا عن نفسهم كده كتير قوي يا أستاذ حاتم. وحاتم ذو الفقارة أول ما سمع الكلام اتخض، اللي هو فيه ايه؟ احنا مالنا؟ اتاري طلع امر بمنع المساجين من الخروج من الاوض بتاعتهم علشان ما يعملوش دوشه وهيس. وفي ثانيه حاتم قال لعادل امام والزعيم اول ما سمع اتنطر من مكانه وقال له كان لازم يبلغوني، ازاي يعملوا كده؟ هو انا جاي ازورك ولا جاي اضايق الناس؟ وبعدها خدوا في كلمتين وقعدوا يهزروا مع بعض واصر انه يسيب له فلوس في الكانتين علشان يشتري اللي هو عاوزه. الغريبه بقى ان حاتم ذو الفقار لما رحل في 15 فبراير سنه 2012 وهو عنده 58 سنه في بيته في القاهره كان عايش وحيد من غير زوجه او اولاد، رغم انه اتجوز 3 مرات بس فضل في بيته وهو راحل عن الدنيا 3 ايام من غير ما حد يعرف. واخواته اكتشفوا بالصدفه لما اتصلوا بيه كذا يوم وهو ما ردش، وكانت نهايته مأساويه. في النهايه ربنا يرحم حاتم ذو الفقار ويبارك في صحه الزعيم عادل امام.